يكمل إيمان العبد إلا به. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من، اسمع معي، لا يؤمن أحدكم يعني لا يكون كامل الإيمان حتى يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إليه من نفسه، أحب إليه من نفسه ووالده وولده والناس أجمعين. قال أهل العلم: هذا الحديث أصل في وجوب محبة النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك الصحابة فهموا معنى الحب وأحبوا النبي صلى الله عليه وسلم حبا لا مثيل له في البشرية. أحب الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم حبا ليس له مثيل في البشرية. قال عروة ابن مسعود الثقفي، وكان من المشركين، بعد أن شاهد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يوم صلح الحديبية رجع إلى قريش وقال: والله لقد وفدت على الملوك كسرى وقيصر والنجاشي، والله ما رأيت أصحاب مليك يحبون ملكهم كما يحب أصحاب محمد محمدا صلى الله عليه وسلم. وقال أبو سفيان، وكان يومئذ من المشركين، قال: والله ما رأيت أحدا يحب أحدا كما يحب أصحاب محمد محمدا صلى الله عليه وسلم. ورضي عنهم أجمعين، حققوا الحب وحققوا الطاعة وحققوا الاستجابة وحققوا أخلاق الإسلام، رضي الله عنهم أجمعين. يسأل علي بن أبي طالب رضي الله عنه، يقول له أحد التابعين: يا إمام، كيف كان حبكم لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ صلى عليه، المحب يصلي عليه، عليه أفضل الصلاة والسلام. الصلاة طريق الشفاعة، الصلاة طريق المحبة، الصلاة على رسول الله طريق البركة، الصلاة على رسول الله ذكر الله لك، الصلاة على رسول الله قربك منه يوم القيامة. فلا تنسى، أبخل البخلاء من سمع اسم النبي صلى الله عليه وسلم ولم يصل عليه. صلى عليه. يسأل سيدنا الإمام علي: كيف كان حبكم لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: والله لقد كان أحب إلينا من أنفسنا وأولادنا وأموالنا والناس أجمعين، وكان أحب إلينا من الماء البارد على الظمأ صلى الله عليه وسلم. ورضي عنهم أجمعين. سأختم بعد الترجمة بعنصر واحد في أخلاق النبي، ونترك المجال لأخينا فضيلة الشيخ علي يعني يصحفكم بما يكرم الله به.